السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة النهاردة كده عاملة لكم كريب باللحمة بطريقة سهلة ومكونات بسيطة ان شاء الله يعجبكم والمكونات مفيش اسهل منها وعملت لكم عجينة الكريب داخل الفيديو تعالي معايا بقى داخل الفيديو عشان نشوفوا احنا عملنا احلى كريب باللحمة ده ازاي خليكي معايا اول حاجه اجيب اللحمه بتاعتي شرايح بصوا تقولوا للجزار عايزين لحمه شرايح زي الستيك كده المهم ان هي تكون متقطعه رفيع بالشكل ده تمام ابدي ابتدي اغسلها كويس وبعد كده اصفيها من الميه بتاعتها بعد كده بقطعها كده قطع صغيره او شرايح صغيره تمام أه لحد ما الكميه كلها تخلص عشان انا برضو هبدا هبدا ايه, ايه احطها في التتبيله بتاعتها بص عشان تقطعه بطريقه سهله وبسيطه يعني انا بقطعها نصين كده وبعد كده بلفها رول وبعد كده بقطعها بالشكل والطريقه والمنظر ده اهو بصوا سريع سريع <applause> رول اهو لفيتها دايره 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 وبعد كده ابتديت اقطعها كده شرايح وقطع صغيره بعد كده اجيب التتبيله بتاعتي اللي هي عباره عن توم بودر بصل بودر. بهارات لحمه نص كده معلقه من الكزبره الناشفه والملح بتاعي ونص معلقه من الفلفل وبهارات شاورمه لحمه تمام ابدا اقلب كل المكونات دي مع بعضها وابدا احط عليها كده معلقتين كده من الخل ابدا اسيبها في التتبيله بتاعتها اقل حاجه ساعه يعني اقل حاجه بعد كده بجيب بقى البصل بتاعي ابدأ اقطعه شرايح كده او طرنشات رفيعه جدا يعني اهم حاجه تكون عندي الطاسه كده ايه سخنه وحلوه كده وهبدا احط فيها شويه كده من الزيت معلقتين كده من الزيت او اقل كمان وابدا اسيبه يسخن وبعد كده انزل عليها بشرايح اللحمه اول ما تنزل انا مش هبدا اقلبها طبعا هبدا افرتها في في الطاسه وهبدا ايه اسيبها كده لحد ما تتشوح كده من تحت اهم حاجه ما تقلبيش لحد ما تاخد لون كده من تحت بعد كده تبداي تقلبي فيها بعد كده هبدا اقلب فيها كده من فوق لتحت كده هي مش بتاخد وقت على النار عشان خاطر هي شرايح اول ما الميه اللي فيها دي تروح طبعا هبتدي ايه اطفي عليها ابدا احط كده الفلفل البصل وابدا اسيبها بقى مع نفسها تستوي مش هتاخد يعني ربع ساعه دي بقى مكونات الكريب ابتديت احط كوبايه من الميه الدافيه وعليها كوبايتين من اللبن تمام وهحط عليهم بضايه واحده ورشة رشه كده بسيطه من الفلفل والملح بتاعي تمام ابدا بقى كل ده عايزه تعمليه في الخلاط سريع سريع ما فيش مشاكل مش عايزه إيه تستخدمي ادوات بالمضرب بتاعك العادي خالص وابدا ادمج المكونات دي كده مع بعضها بعد كده بكون مجهزه معاكم 3 اه كوبايات وربع من الدقيق اه ما بحطهمش كلهم مره واحده لحد ما اشوف الخليط بتاعي لو هو خفيف اتقله شويه بالدقيق تقيل بخففه شويه بميه او بلبن زي اللي زي اللي عندك كله حطيه ميه لبن مفيش اي مشاكل ابتديت احط عليهم كده فلفل اخضر اه وسبتها اه بقى ايه تبرد خالص جبت طاسه اللي هي بتاعه الكريب ابتديت احط فيها دهنه كده من الزيت خفيفه وبعد كده ابتديت اوزع ال كرب معايا ابدا اهدي عليه النار اهم حاجه انا عايزه النار تكون هاديه بحيث اللي هو يستوي كده براحته هياخد مراحل طبعا اللي هو من آه يتشمع بعد كده تلاقي الجوانب دي كده آه طارت شويه وتبداي ايه آه تشيليها منها بصوا استنوا هقول لكم ازاي بصوا شايفين شايفين من الجناب كده هي بتتوزع خالص وشايفين الفقاقيع دي بعد كده ايه هبدا اعمل بقى خلاص كل الكميه بتاعتي هكذا هكذا بين كل طبقه والتانية ده احنا كده بسيطه خالص بالفرشه من الزيت بصوا شايفين هبتدي كده اشيلها من الجناب اهي اول ما تلاقيها ابتدت تتحرك معاكي تبداي تشيليها بصوا يعني هو لو انا كنت ناويه لو هو كان عيش يعني ما كانش هيقب معايا كده <applause> حلوة قوي وان شاء الله هعمل لكم برضو فيديو قريب جدا عن الكريب بالمية بس يعني بطريقة سهلة ومكونات بسيطة والمقادير اكيد موجودة في كل بيت ابص شايفين اهم حاجة بين كل كريباية والتانية دهنة بسيطة من الزيت عشان ما يلزقش معاكي بصوا شايفين شكله عملت كم كمية يعني عملت كمية كبيرة جدا وفي لسه كمان مستواش ابتديت اجيب الكريب معايا شوية من البطاطس والشاورما بتاعتي وشوية جبنة منزريلا والخيار المخلل ده انا عاملاه معاكم هنزله معاكم ان شاء الله اسرع خيار مخلل وشوية طحينة تمام يلا بينا بقى نبتدي ايه بالطريقة ابدأ اجيب كده ايه الكريباية ابدأ اقسمها نصين ابدا اجيب كده ايه بالشكل ده ابدا اجيب شويه جبنه منزاريلا ده طبعا على حسب الرغبه او على حسب الموجوده عندك وبعد كده ابدا انزل عليها بقى بالخيار الخيار ده تحفه ان شاء الله تجربيه كده على طريقتي وهتلاقيه معاكي زي الفل وشويه كده من الشاورما وشويه من البطاطس وسلام عليها بقى لو شويه طحينه ولا شويه كاتشب هيبقى زي الفل بصوا بقى اسهل واسرع كريب ممكن تعمليه بصوا تقفليه القفله الحلوه دي وتحطيه على جنب بعد كده برده اهو باوريكو كذا واحده إيه لو عايزه تحطي من جوه مايونيز كاتشب ما فيش اي مشاكل عايزه تحط طحينه ما فيش مشاكل انا يعني استخدمت الثلاث صوصات وكان طريقته سهله ومكوناته بسيطه وطعمه زي الفل والله العظيم ما خد في ايدي وقت طبعا وبدل بقى ما نشتروا بقى من المحلات بصوا شايفين الساندوتش كده عظمة على عظمه من جوه الجبنه المونزاريلا تسيح كده مع الاكل تبقى زي الفل ابتديت برضو ايه احط واحده كده التشكيله على جنب وابتديت اقفل كده بمنتهى السهوله عايزه تحطيها في النص في جنب بصي اي حاجه يعني بدل ما هو في بيتك اعملي اللي انت عايزاه <applause> اهم حاجه حاجتك مضمونه موفره نظافه وحلاوه ومفيش احسن من كده ان شاء الله تجربيها ومش هتندم ابتديت اجيب الطاسه التيفال بتاعتي ابتديت برضو ايه احط فيها دهنه كده من الزيت وبعد كده هبدا إيه اول ما الظهر يتحمر معايا وكده ويبقى لونه حلو كده محمر وحلو ابدا اقلبه الناحيه التانيه وطبعا الجبنه اللي هتسيح من جوه وتبقى زى الفل و ايه حاجه خطيره <applause> زي ما انتوا شايفين كده بصوا اللون بتاعي اتحروق كده شويه او اللون الذهبي الحلو ده انا عايزاه اللون الذهبي ده هيطلع معاكي زي الفل واولادك هيحبوه جدا بقى ممكن للغدا للفطار للعشاء الحشوه دي زي ما انت حابه لو عندك جبنه منزاريلا حطي ما فيش مشاكل عايزه تعمليها بالفراخ بال اي حاجه فور... شاورما فراخ تقدميها كده مع الصوصات اللي زي الفل اللي بتاعتنا دي وبالهنا والشفا على قلوبكم ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله ما في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته